كيف لاحظتوا وكيف تبعتوا معنا على أساس أنه كان واحد الاجتماع تنسيقي اليوم، وهو ضمن مجموعة من الاجتماعات التنسيقية اللي كيترأسها السيد العامل خاصة بحماية المستهلك، يعني كتندرج في الأمن الغذائي بحكم أن كاينة واحد المجموعة من 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 الارتفاع ديال الأسعار، والتتبع ديالها كيكون بشكل يومي عبر واحد اللجنة إقليمية ديال المراقبة اللي تواضع لها واحد البرنامج كيكون شهري على طيلة الشهر وعلى طيلة السنة. هذا البرنامج هذا كنتناولوا فيه مسالك التوزيع ديال المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، ثم كنتناولوا فيه الأسعار ديال المواد المقننة. أما الأسعار اللي هي محررة فكان إكزيجيو على أساس أن التاجر يدير لها الإشهار ديالها، وبهكا كيكون المستهلك عنده حرية الاختيار اقتناء البضاعة من أي محل اللي كيناسبو السعر ديالها. من طبيعة الحال كاين المخالفات، كاين مخالفات في إشهار الأثمان، كاين مخالفات في عدم الإدلاء بالفواتير، كاين مخالفات في الامتناع عن البيع، يعني واحد المجموعة من كاين مخالفات حول حيازة أكياس بلاستيكية الممنوعة، كاين مجموعة ديال المخالفات اللي كتسجل في كل صورتي. العقوبات هو أننا حنا كنسجلوا المخالفة كنديروا المحضر ومباشرة كنصيفطوا السيد وكيل الملك لكي يحدد الغرامة اللي غيأدي المخالف. واش كاين شي رقم اتصال بالعمالة في حالة من طبيعة الحال حنا دابا كنديروا رقم ديال العمالة كننشروه في الجرائد خاص بالساكنة ديال بنمسيك، وهو 38 38 38، وكيطلبوا فيها القسم الاقتصادي اللي كتكون فيه واحد لا بيرمانونس اللي متواجدة في القسم الاقتصادي فيها شخص اللي كيكون كينسق ما بين القسم وما بين الدوريه اللي هي خارجه، ولا هذيك الدوريه اللي كتضم واحد المجموعه من المصالح اللي فيها بالاضافه للقسم الاقتصادي كاين المصالح الامنيه، كاين مصالح السلطه، كاين المكتب الوطني للسلامه الغذائيه، كاين التجاره والصناعه، كاين الناس ديال المجازر البلديه. بالنسبه لا صعيد بنمسيك، هذا بنمسيك 38 38 38، هذا ستوندار كيدوز كيطلب القسم الاقتصادي وكيدوز له المكالمه للسيد اللي كاين في لا بيرمانونس. المصالح اللي غتخرج في الدوريه كاين المكتب الوطني للسلامه الصحيه، المنتجات الغذائيه، كاين التجاره والصناعه، كاين ليجيان ديال المقاطعات، وكاين ليجيان يعني خليه مكاتب خليه تنسيق مكاتب حفظ الصحه اللي كاينه بالعماله، زائد القسم الاقتصادي، زائد العناصر الامنيه اللي كتآزر اللجنه في التدخلات ديالها. جات عندنا اللجنه باش عطاتنا تعليمات زوينه، يعني شي حوايج ما كناش عارفينهم في الدومين، وقلنا بان هذه كي خاصك دير لها شي حوايج بسيطه ماشي شي كنشكروهم، وهذا الشيء خاصو يكون متداوم. يعني مزيان الثلاجه عطاونا شي سلعه، يعني خاصنا نديروا ليها السلوفان نقاه هادي، فهمت شي حوايج كيفاش تحط الفوق هادي ما خصهاش تكون هنا، هذا الشيء اللي عطاونا وكنشكروهم. كاشير يعني قال لك خاصو يكون في الثلاجه، خاصو يكون داك الشيء يكون على حساب التاريخ، حتى هو خاصو كل مره مره يعني تراقب التاريخ ديال الاشهار الاثمنه. الاشهار بالاثمنه حتى هو قال لك خاصك يكون معلق، ومره فيما تبدل الثمن ولا نقص ولا تزاد، يعني خاصك تحاول تبدل وتزيد، ما تبقاش معلق طريفه وتبيع بثمن واخا تكون زيد ولا ناقص ولا هذه، يعني تعليمات زوينه عطاونا كنشكرهم. تعود معايا هذه اشنو لقيتو كمخالفه؟ اولا كيتواجد عنده واحد المجموعه من واحد الكميه ديال الدجاج المجمد، ما خصوش يجمد، هو كيبيع الدجاج الحي، عنده فعلا عنده رخصه ديال الكرياش، يعني خاصو يتعامل مع الكليان مباشره هذه الدجاجه. عمليه الذبح عمليه يصوبها لي، ما خصوش هو، حيت حنا بالنسبه لنا ملي كيكون البيت كيكون مجهول. بالنسبه لنا حنا هذاك الدجاج اللي هو كاين كاع هو
بالنسبه لنا ميت. شكون اللي ضمن لنا حنا راه هذاك جوده والدجاج اللي هو صالح للاستقبال مجمد؟ بالنسبه لنا حنا راه ماشي صالح بالنسبه للكبد وهذا على الجزار. بالنسبه للكبد حتى هو ما خصوش يتجمد، هذاك شلنا بان القلب مجمد والكبده خصو يدار في الثلاجه ويتعرض في ظروف ديال صحيه بارده، يعني اللحوم كلها خص ما مطلوبش منه انه يجمد ياك. بالنسبه عملية التجميد اش كتعطي؟ كتزاد الميكروبات. كتزاد الميكروبات عمليه اللي هي كيفسد بها المنتوج، كيفسد بها المنتوج غيولي مضر بالنسبه للمستهلك. اما بالنسبه للحيازه ديال الاكياس البلاستيكيه فهذا غادي يدار للمحضر وغيمشي له في الجلسه.